أكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي التزام مصر بمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تغير المناخ جنبا إلى جنب مع تمكين المرأة في مختلف المجالات. جاء ذلك خلال إلقاء رئيسة المجلس القومي للمرأة كلمة مصر الرسمية خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للدورة 66 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، حيث أشارت إلى إطلاق مصر لرؤيتها العام 2030 والتي تضم الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي. لقد بادرت مصر في ضوء تأثيرات تداعيات تغير المناخ على المرأة، خاصة فيما يتعلق بصحتها وأمنها الغذائي ومستوى معيشتها اللائق، إلى اتخاذ العديد من الخطوات الجادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام في هذا الصدد. وأنشأت مصر مجلسها القومي للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وتضم الحكومة وزارة للبيئة ترأسها وزيرة، وهناك وحدة للمرأة بجهاز شؤون البيئة، ووحدة التكافؤ الفرص بهيكل وزارة البيئة تعمل في ظل التعاون الوثيق مع المجلس القومي للمرأة. كما أطلق المجلس القومي للمرأة منهجا لدمج احتياجات المرأة في قطاع البيئة وتنظيم معايير الاستدامة البيئية. من ناحية أخرى، أطلقت مصر رؤيتها ل2030 والتي تضم البعد البيئي وإدماج مبادئ تمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة في إطار محاور الحماية والتمكين الاقتصادي. كما أطلقنا مؤخرا الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ 2050.